في صحيح مسلم عن يحيى بن كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا ينال، لا ينال، لا ينال العلم. لا ينال التعليق حفظكم الله. صحيح، العلم التام ما ينال براحة الجسم، لا بد من تعب. ولهذا يقال: أعطي العلم كلك تنال بعضه، وأعطه بعضك يفوت كله، فلا بد من تعب. أما العلم السطحي مثل علمنا بالوقت الحاضر فهذا كيش نجيبه. وإذا قرأت التاريخ بالنسبة للعلماء الكبار عرفت أنهم يتعبون تعابا عظيما، يسهرون الليل عشان مسألة واحدة، ومع ذلك ما يسهرون على مثل هذه الأنوار، على شمع يتعب العين القراءة فيه، لكنهم مجتهدون لأنهم يعلمون أن هذا جهاد في سبيل الله. نعم.